بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أقول بأننا كشعوب عربية، وأنا على المستوى الشخصي أتمنى وأدعو إلى اتحاد عربي ووحدة عربية، تمام؟ فأنا لست ضد أن يكون في حلف رباعي، ولست ضد أن يكون في تنسيق، على الأقل خالص يكون في تنسيق ما بين الدول العربية نواجه بها الأخطار التي تحدق بهذه الأمة، ويكون هذا التنسيق، ولا أقول حتى على، يعني أنا بقول على أقل تنسيق مش حلف. طبعا أتمنى يكون حلف، أتمنى كمان يعلو هذا الحلف ويكون اتحاد، وهذا الاتحاد يكون وحدة اندماجية كمان. لكن أنا بقول يعني عشان بس نحط النقط على الحروف، علشان ما تبقاش مثلا مسألة التحالف اللي هو يعني المقام حواليه البروباجندا الإعلامية، ان هو مبرر لكل شيء، وان في تنسيق لكل شيء صح ولا غلط، هيبقى في مبرر، في ذريعه لهذا انه تنسيق، وانت لا تفهم في خبايا السياسه، لا في تنسيق بينهم، حتى لو تحرك الدوله تحرك خاطئ يضر بالامه العربيه، لا ده مش ضرر، لا ده في تنسيق وفي تبادل ادوار، والقصه اللي احنا بنسمعها كتير جدا. فانا لسه ضد تنسيق التنسيق ما بين الدول العربيه، مش اربع دول فقط، لا اكثر من ذلك، واتمنى ان يكون في تنسيق ما بين جميع الدول العربيه، وليس بعض الدول العربيه، ولا جل الدول العربيه فقط، لا كل الدول العربيه، يعني اتمنى ان يكون في تنسيق، ويرتفع الى يكون في حلف حقيقي، واتمنى كمان ان يرتفع الى اتحاد ثم الى وحده اندماجيه. هذا طبعا يعني انا اعتقد يعني ان هو مبتغى و أماني الشعوب العربية، ويعني هم يحدثون ذلك ويشجعون عليه حكامنا. وأنا عايز أقول بداية ليه أنا عايز أفند مسألة هل هناك تنسيق فعلا؟ هل هناك حلف حقيقي ما بين أربع دول عربية ولا لا؟ طب أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأني دايما وأبدا لما دولة تتخذ قرارات، إحنا كمتابعين للساحة السياسية في الوطن العربي نحلل هذه التحركات على أنها مضرة لبعض البلدان ومضرة بالأمة ككل. يعني مثلا زي البيت الإبراهيمي، زي يعني واخد بالك ازاي، ده مضر بالأمة العربية والإسلامية كلها، واخد بالك، مش مضر مثلا بالأمة العربية فقط، لا بالإسلام كله والهوية وإلى آخر هذا الكلام، التطبيع مع إسرائيل أو إقامة مشروع زي إيلات عسقلان. أنا لا أتكلم يعني عن دولة على أساس أن أنا بهاجم هذه الدولة أو أنا منتقد هذه الدولة، لا، أنا أنتقد أفعال وتحركات أي عاقل أو يعني اللي بيقرأ ألف به سياسة، أو شايف متابع بسيط جدا زي حالاتي كده، متابع للأخبار واللي بيحصل، هيقول على طول أن تحركات الإمارات في المنطقة العربية هي تلحق الضرر بالأمة العربية، وهي تحركات براغماتية لا تفيد إلا دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. يعني نكون واقعيين ونكون عقلانيين ونفكر في الأمور بكل حيادية، بلاش التعصب والكلام ده كله. الحاجة التانية اللي أنا عايز أبينها، لأن كل تحرك خطأ لدولة من هذه الدول قد يحسب على دولة، يعني هم الناس يفتكروها من كثرة الترويج لها من حلف رباعي وفي تنسيق وتبادل أدوار، ان يحسب هذا الخطأ على دول اخرى وهي ملهاش ذنب في هذا الخطأ الذي تفعله هذه الدولة. فبالتالي انا اريد ان اضع النقاط على الحروف، وان يعلم الشعب العربي، لان في شعوب تابعة لهذه الدول كشعب المصري كشعب السعودية تابع لهذه الدول، وقد يظن وقد يتخذ بعض الناس ذريعة لأن مصر أو السعودية مشاركة في هذا الفعل الذي تفعله دولة الإمارات، وبالتالي يلقي اللوم على بلده. يعني قرارات كثيرة اتخذت من قبل الإمارات، يعني قراءتها الواقعية أن هي ضارة للدول العربية ولا تنفعها إلا هي مؤقتا طبعا، يعني أنا مش هاجي بقى ده ينفعها ولا ما ينفعش، هم أدرى باللي ينفع اللي ينفعهم واللي يضرهم، أنا ماليش علاقة ولست وصيا على أحد، ولكن أنا من حقي إن أنا شعب مصر إن أنا أوضح له الصورة وأفهمه في تحالف صحيح، في حلف رباعي حقيقي، وفي تنسيق ولا ما فيش تنسيق، لأن لا يمكن أبدا أي عاقل يقول أن هناك تنسيق ما بين مصر والإمارات على الأقل في إقامة مشروع زي إيلات عسقلان الذي يضر قناة السويس، كما قال رئيس قناة السويس أسامة ربيع
أن هذا المشروع يلحق الضرر بمصر تقليل دخل قناة السويس من 6% أو 8% ل 12%، وده تقرير رسمي صرح به الدكتور أسامة ربيعة أو اللواء أسامة ربيعة. تمام؟ فلا يمكن، لو أنا هنا قلت بأن هناك تنسيق ما بين مصر والإمارات في إقامة مشروع إيلات عسقلان، إذن هنا أنا أتهم مصر ضروري، هذا يعني يلزمني أن أنا أتهم مصر بالخيانة، لأنها تنسق في إقامة مشروعات تلحق الضرر بمصر. أنت فاهم إزاي الفكرة؟ فمن هنا أنا عايز أبين يعني في تنسيق ولا ما فيش خلاص ما فيش. يبقى هذا الفعل لا يتحمل تبعاته أو لا يتحمل مسؤوليته إلا دولة الإمارات، وبالتالي هذا المشروع يضر بمصر. إذا مصر لا دخل لها، القيادة السياسية في مصر لا دخل لها بهذا المشروع، بل هو فعل وتحرك أحادي من دولة الإمارات لفعل هذا المشروع، مشروع إيلات عسقلان. وبالمناسبة يعني هو فشل كما تعلمون، خلاص، لكن فشل يعني من ناحية إسرائيل، وزارة البيئة في إسرائيل أوقفت هذا المشروع يعني ورفعت قضية ضد هذا المشروع أنه يضر بالبيئة وغير ذلك. خلاص، يبقى ده الهدف من كلامي، إن أنا يعني أوضح لك أن ليس هناك تنسيق، لأن في بعض التحركات قد تضر بهذه الدولة، وأنت كيف تقول أن هذا تنسيق بينها وبين الدولة الأخرى؟ فهل تنسق الإدارة المصرية لضرر أو لإلحاق الضرر بقناة السويس المصرية؟ إذن هذا يقع تحت باب الخيانة على طول، يعني خيانة لمصر، خيانة لأنها تقلل من دخل قناة السويس. أيضا في المقابل لما تيجي الإمارات تعمل تحرك زي تحرك مثلا طريق الشارقة بندر بن عباس مرسيل في تركيا، هذا الطريق أيضا يلحق الضرر بالتجارة التي تمر بقناة السويس، بغض النظر الطريق ده يعني مؤثر بدرجة كام، ولا هيقلل المرور من قناة السويس بدرجة، هو المهم ان هو سيقلل المرور من قناة السويس، وبالتالي سيقل ضغط دخل قناة السويس. فما تجيش تقول لي ان هذا الطريق ايضا هو تنسيق ما بين مصر وما بين الامارات، وايضا ما تقوليش كمان ده تنسيق بين الامارات وما بين السعودية، لان الطريق ده سيمر بايران، ايران دولة عدوة وتركيا دولة عدوة، فانت ازاي بتقوي اقتصاد دول الاعداء؟ زي بالضبط استثمارات 10 مليار في اسرائيل تقوي اقتصاد اسرائيل، فازاي دولة رايحة النهاردة تقيم علاقات ترمي 10 مليار استثمارات؟ فما تجيش تقول لي النهاردة ان هذا المشروع يفيد هذا البلد وفي تنسيق، يعني غريبة جدا، يعني ممكن يبقى في تنسيق في تحركات اخرى يعني، ماشي؟ فعشان كده انا من واجبي ان انا اوضح للشعب المصري ان في هذه المجالات لا يمكن ان يكون هناك تنسيق. كذلك الامر لما تيجي تنظر الى التنسيق ما بين الامارات والسعوديه، انا بقول لك يعني في احيان كثيره جدا 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 لا يوجد اي تنسيق. بدليل اخر ما حدث، هل مثلا تطبيع الامارات مع اسرائيل كان بتنسيق مع المملكه العربيه السعوديه؟ كان بتنسيق مع مصر؟ اعتقد لا. والا لو قلنا بان التطبيع الاماراتي الاسرائيلي هو بتنسيق مع مصر والسعوديه، وعلى الاخص مع السعوديه، اذا انت هنا بتتهم السعوديه بانها تنسق لتطبيع بعض الدول. شوف الكلام اللي هيقولوه، وهذا الكلام الواقع. نقول من الاول، لو انك انت اقتنعت بان هناك تنسيق ما بين السعوديه والامارات في خطوه او تحرك تطبيعها مع اسرائيل، بالتالي انت هتقول ان السعودية بتخلي الدول الصغيرة تطبع في الاول الامارات البحرين وتنسق معهم هذا، حتى يكون هذا مبررا لتطبيع السعودية فيما بعد. هذا ما قد يقوله الاخرون، وهذا هو الواقع، لانك انت هنا تتهم السعودية انها تساهم بشكل او باخر وبتنسيق مع دولة الامارات في التطبيع مع اسرائيل، وبالتالي هيكون الإعلان عن موقف السعودية، هم يعلنون دائما على لسان وزير الخارجية، انت هتقول ان هم بينفعوا شعارات في العالم فقط، ولكنهم هم ينسقون مع الدول التي تطبع مع اسرائيل، انت فاهم ازاي؟ حتى يكون مبررا فيما بعد وطريقا لهم الى التطبيع. هذا ما يقال، وهذا الذي ينتج عن مسألة ان هناك تنسيق ما بين السعودية وبين الامارات، هذا في مسألة التطبيع. يبقى انت تتهم السعودية ان هي التي تحرض، خلي بالك ان هي التي تحرض الامارات
على التطبيع مع إسرائيل، وتبقى السعودية كده متهمة. الأمر الآخر، هل تطبيع البحرين، وأنتم تعلمون أن البحرين يعني ماذا فعلت مع السعودية في الخريف العربي وذرع الجزيرة ووقوف المملكة العربية السعودية لمنع سقوط النظام في البحرين، ووقفت معها وقفة يعني بصراحة يعني وقفة أخ أكبر مع أخيه، ووقفة يعني يشهد لها الجميع، والسعودية يعني مشهورة بهذه المواقف، وليس يعني أول موقف يعني، إنما مواقفها دائما بفضل الله تبارك وتعالى مواقف مشرفة، وهذا هو الواقع الذي يقول ذلك. نحن لا نجامل السعودية ولا نطبل للسعودية، ولا أصلا إحنا نعرف التطبيل، إحنا بننتقد أي حد بيغلط، ما عندناش مشكلة في حاجة خالص، بننتقد بلادنا وبلاد لأنها كلها بلادنا إن شاء الله يعني. عموما ما علينا، لكن عايز أقول لك، لو أنت قلت إن في تنسيق ما بين السعودية والبحرين في تطبيعها مع برضو إسرائيل، سنقول نفس الكلام الذي قيل في التنسيق مع الإمارات. لو أن هناك تنسيق ما بين البحرين وبين السعودية، إذن السعودية يعني هذا الناتج يعني أنها تضحك علينا، ترفع شعار لا تطبيع إلا بعودة الحقوق الفلسطينية، وأن تتحل قضية فلسطين ولا نطبع إلا بهذا الحل، وفي نفس الوقت بتخلي دولة زي الإمارات وتنسق مع دولة زي البحرين إن هم يروحوا يطبعوا مع إسرائيل. وأنا هقول لك دلوقتي إن الكلام ده غلط، لا يوجد تنسيق في هذه المسألة، لا مسألة التطبيع مع إسرائيل ولا في مسائل أخرى تكشف لنا أنه لا يوجد تطبيع بين المملكة العربية السعودية وبين الإمارات والبحرين في مسألة التطبيع مع إسرائيل، والسعودية بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الدليل هو ذهاب الإمارات لتركيا، يعني خرج بعض الإعلام اللوبي الإماراتي يروج أن هذا تنسيق ما بين الحلف الرباعي، وهذا الحلف ده هنجيله هو بحلف إزاي، هو نتج عن ايه، وهو موجود ولا مش موجود، وهل في تنسيق في كل الملفات ولا لا، او في بعض الملفات او جل الملفات او قليل من الملفات، هنجيله بعدين يعني ان شاء الله. لكن عشان خاطر نبرئ ساحة مصر ونبرئ ساحة السعودية من هذه التحركات التي نراها من وجهة نظرنا انها تحركات خاطئة وتضر بالأمة العربية، اصحابها يقولون يعني هم يعرفون مصلحتهم، ولكن نحن ايضا لنا رأي لنا وجهة نظر، نحن احرار في تقييم هذه التحركات ولا نملي عليهم أي شيء، فقط إحنا لا ننتقد ما أراه خطأ من وجهة نظرنا. لكن عموما عايز أقول لك إن تحرك الإمارات ناحية تركيا هذا ليس فيه تنسيق مع لا مصر ولا الإمارات. ليه؟ لأن مصر كان فيه كلام وفيه مباحثات بين القيادة المصرية أو يعني المخابرات المصرية والمخابرات التركية، وأيضا كان على مستوى وزراء الخارجية في مصر وتركيا على مستوى الخارجية لدى الدولتين كان فيه نقاشات ومداولات ومباحثات ولم يصلوا إلى حل، لأن هناك شروطا وضعتها مصر لعودة العلاقات والتطبيع مع تركيا، وهي ملف سوريا، ملف العراق، ملف ليبيا، وده معروف، وطبعا عدم تدخلها في مسألة سد النهضة ومساعدة ودعم أبي أحمد. هذه ملفات مصر تضعها على الطاولة، وعلى فكرة مسألة الذين ينبحون على مصر من تركيا من القنوات وكده والإعلام، هذا يعتبر أقل ملف مصر مهتمة به يعني عشان تفهم، لكن هو برضو مطروح على الطاولة من ضمن الملفات. إذن تحرك الإمارات لا يمكن أن يكون بالتنسيق مع مصر بالنسبة لتركيا، والدليل قائم يعني، فاهم ازاي؟ الدليل موجود ان ما فيش اي شيء تحقق حتى الان على الساحة من حاجات جديدة في سوريا، حاجات جديدة في العراق، حاجات جديدة في ليبيا خالص، الا الانتخابات الليبية تأجلت، ولا يوجد اي تحرك فعلي على ارض الواقع يعني يبشر بان يعني حتى ان في تنسيق. طيب دي ممكن تكون مستخبية شوية عليك مش واخد بالك منها قوي. طيب هنخش على حاجة تانية، ودي حاجة اللي هي واضحة ويعني واللي هي خلتني ان انا اعمل الفيديو ده. انا دايما بقول ما فيش تنسيق، لكن يعني لما يكون عندك الدليل، هذا من قراءتي، لكن لما انا احب اوريك انت كمتابع الدليل الحقيقي او يعني في وجهة نظر دليل قوي جدا على عدم التنسيق ما بين هذه الدول، هو اصلا بعد، خلي بالك، قبل وبعد يعني قبل
كلام الدكتور عبد الله المعلمي في الأمم المتحدة عن النظام السوري، واخد بالك، موقف السعودية من سوريا. قبلها كان هناك زيارة لتقريبا عبد الله بن زايد لسوريا، واخد بالك ازاي؟ فده دليل على ان مفيش تنسيق، والا السعوديه تبقى متناقضه. يعني ازاي هنا بتنتقد النظام السوري وتهاجمه في الامم المتحده، وايضا بتبعت من ورا كده الامارات عشان تروح للنظام السوري. واحد يقول لك ده تنسيق وتبادل ادوار، يعني ايه؟ هي الامارات شغاله صبي يعني تبعتها السعوديه تبعتها مصر، يعني مصر تبعتها لتركيا والسعوديه تبعتها لسوريا؟ انا ما اعتقدش الكلام ده، لان حتى ده اصلا يقلل من قيمه الامارات اولا. يعني ثانيا السعوديه مش كده، السعوديه لو هي اصلا عايزه تخش في يعني محادثات بينها ما بين سوريا هتدخل على طول مباشره، زي ما تدخل مباشره مع ايران، زي ما تدخل مباشره مع تركيا ايا كان، واخد بالك ازاي؟ مش محتاجه حد ينوب عنها. او يعني مثلا هل مثلا الامارات انتوا كده بطرحكم ده بتقول ان الامارات وزاره خارجيه لمصر وللسعوديه، وده غير صحيح. طيب تعالوا بقى اخر حاجه بقى، يعني الدليل اللي هو قوي هذا الموضوع. يعني انا ممكن، شوف انا ممكن اتخيل ان الامارات تتحرك منفرده عادي جدا، لان الامارات يعني كده يعني فاهم، لكن انا لا يمكن اتخيل، خلي بالك، اني انا اتخيل يعني ان البحرين تتحرك منفرده دون مشوره المملكه العربيه السعوديه. ليه؟ لأن البحرين مختلفة شوية، البحرين مرتبطة جدا 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 بالمملكة العربية السعودية. يعني أنا طبعا بتكلم على المستوى السياسي، مستوى القيادات، طبعا مستوى الشعوب، كل شعوب الخليج كلهم واحد وكلهم مرتبطين ببعض، لكن أنا أتكلم على مستوى السياسات الخارجية بالنسبة لهذه الدول. أقرب دولة، ويعني أعتقد يعني هذا ما يظنه كثير من العرب أن، ومن العالم كمان، أن البحرين يعني لا تخطو خطوات خصوصا في السياسات الخارجية، واخد بالك ازاي، إلا يعني بعد مشورة المملكة العربية السعودية ورجال المملكة العربية السعودية، لما يعني للمواقف تقديرا للمملكة العربية السعودية، وأن المملكة العربية السعودية لا تترك البحرين في أي ظرف كان، ووقفت معها وقفة رجل فعلا، يعني هذا تقديرا منها، يعني عرفانا بالجميل، وان يعني بين الاخوه ما فيش جميل ولا حاجه، لكن انا بقول يعني عادة على المستوى البحرين. حتى انا كلمتني يعني بعض التساؤلات في تطبيع البحرين، هل لم تاخذ راي السعوديه؟ ويعني تفكيري يخوضني كده تساؤلات كثيره. وفي النهايه كنت بقول يعني اعتقد ان هذا يعني كثير جدا من الناس شك ان المملكه العربيه السعوديه لها يد في تطبيع البحرين، او ان يعني لها تاثير في هذا. وفي البعض الثاني قال لك السعوديه ما قدرتش تتاثر على البحرين، وان البحرين يعني وجدت ملجا وحمايه في اسرائيل في تطبيعها مع اسرائيل. يعني حسابات كثيره وتحليلات كثيره مش عايز ادخل فيها، لكن على الاقل يعني ممكن انا شخصيا بعتقد ان ممكن الامارات تخطو خطوات بدون رجوع المملكه العربيه السعوديه، وده الغالب اللي بيحصل. يعني انا بصراحه ده رايي وجهه نظري، لكن البحرين يعني على اضيق الحدود يكون حتى على الاقل في مشوره. فهل البحرين ايضا عندما ذهبت لسوريا وعينت سفير عندها في سوريا ليها في سوريا، هل كان ده تنسيق مع المملكه العربيه السعوديه؟ ده السؤال. طيب لو السؤال نعم، طيب لماذا المملكه العربيه السعوديه تتكلم في الامم المتحده وتهاجم النظام السوري وهي تحرر او يعني تتشاور او توافق على مساله ايه؟ ارسال سفير بحريني وهي نفسها ضد النظام السوري. هذا بصراحه يعني اي واحد يعني في المشهد يقول لك لا ده السعوديه كده بوجهين، السعوديه كده بوجهين، بتبعت من هنا وتهاجم من هنا. هتقول لي دي السياسه يا حبيبي عشان اضرب ولاقي. اقول لك حاجه، السياسه اسمها اضرب ولاقي. انا راجل دلوقتي ضد حاجه معينه، انا ضد ولا مع حاجه؟ يعني حاجه غريبه جدا. وازاي انا بلد حليف ليا ويروح يعني يروح المنطقه اللي انا اصلا يعني بنتقدها؟ ده ماشي ضدي يعني، فاهم ازاي؟ يعني او ضد توجهي، على الاقل ضد توجهي. هذا اللي انا عايز اقوله يعني. فهذه المساله بصراحه يعني توحي اليك وتجعلك يعني تكاد ان تجزم، وانا اجزم انا شخصيا، لكن انا اقول على مستوى الناس ممكن واحد يعني مش ما يجزمش قوي، او يعني احتمال برضه عنده لسه الاعلان مأثر فيه، فيقول لك لا في تنسيق. وهو هنا لو انت قلت في تنسيق، ده معناه انك بتتهم السعوديه ان هي ترفع شعار وتعمل عكسه. وده انا ما اعرفوش في السياسه السعوديه بصراحه. يعني السعوديه كده وش
يعني مواقفها ثابته وما بترفعش شعار وتعمل غيره وما بتتاجرش بالشعارات، ده اللي انا اعرفه عن السعوديه. فلو انت هتقول في تنسيق ما بين البحرين وبين السعوديه، ما بين الامارات ما بين السعوديه، واخد بالك ازاي؟ اقول لك طيب يبقى كده السعوديه بقى بتشتغل بوجهين، والسعوديه بترفع شعار وبتعمل غيره، او تنسق مع الدوله انها تعمل غيره، وهنتهمها بقى ان هي ساهمت وساعدت في تطبيع الامارات والبحرين مع اسرائيل. هذا بصراحه شديده جدا. فكيف ترفض التطبيع وكيف تنسق على التطبيع؟ وكيف ترفض العلاقات مع النظام السوري وكيف تنسق في علاقات اقامه علاقات دول اخرى مع النظام السوري؟ يعني هذه مساله يعني غير مقبوله بالمره، وفيها اتهام للمملكه العربيه السعوديه. كذلك بالنسبه لمصر، تقول لي الامارات بتنسق مع مصر، او انت كده بتتهم مصر بالخيانه او القياده السياسيه، لان هي اللي بتنسق مع القياده السياسيه في الامارات. تروح تعمل مشروع ايلات عسقلان اللي يضر قناه السويس وتقول في تنسيق، تعمل مشروع الشارقه بندر بن عباس مرسيد في تركيا وتقول لي بتنسق مع القياده السياسيه في مصر، وده غير صحيح بالمره. لان لو احنا سلمنا بهذا وانت مشيت معايا في السكه دي، هيبقى على طول القياده السياسيه في مصر خاينه. ليه؟ لانها تنسق على مشاريع او تنسق على مشاريع مع دوله اخرى لتلحق الضرر بمشاريع في مصر زي قناه السويس، وتقلل من دخل قناه السويس. فلا تظلموا مصر والسعوديه بالتنسيق مع تلك الدويلات، واخد بالك ازاي، على انها في تنسيق. لا في تنسيق ولا في يحزنون. ده ودي ادله كثيره جدا. انا طبعا ممكن اطرح واقعد اتكلم كثير، لكن عشان الوقت. الى هنا نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، وللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. دمتم في رعايه الله، امين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.